تتابعوا معنا تاني حلقات برنامجنا النص الحلو. بتمنى تنبسطوا معنا اليوم، ومعنا مثل العادي صديقتنا ليلى. كيفك ليلى؟ الحمد لله، لاباس انت؟ تمام، اشتقت لك. وماذا شو اخبارك اليوم؟ الحمد لله تمام. ومعنا كمان الشيف المغازي. كيفك شيف؟ اهلا وسهلا، امورك تمام؟ اهلا بالنص الحلو، اهلا فيك. مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج النص الحلو. هيكون معنا فقرات كتير وفقرات متنوعه وفقرات مهمه جدا، اتفرجوا علينا. بس النهارده في حاجه غريبه من ساعه ما جت ليلى من اول اليوم، وهي مستغربه متضايقه كده. في حاجه حصلت لك النهارده يا ليلى وانت جايه؟ مش هنقول لك وش مش نحكي لك وش مش نزيد يعني. مسيرش انا بالتونسي توا قاعده نحكي، ما مش مفسر هيك بالمصري. يعني اكتر حاجه مضايقاني هي موضوع الزحمه والعربيات اللي بيعاني منها تقريبا المصريين كلها. يعني انا ما شفتش يعني جدا. صح، عندك حق. يعني الواحد يعني انا مثلا لو انا بروح مثلا عايزه الف يمين لازم قدامي ساعه احط عشان اقدر يعني خليني للراجل عشان امر. لا، صعب جدا انه يخليني امر. اللي بيروح عليا المشوار كله ارجع الف لفه تانية وبعدين اقعد استنى ساعه ساعتين كده. يعني حاجة بجد. السواقة في مصر فرقة معاك عن السواقة في تونس؟ أكيد جدا. يعني طبعا. أوكي، يعني مصر جميلة وأنا بحبها جدا وهي بلدي التاني، بس فرق جدا صعب. هو أصلا الموضوع زاد من لما ابتدينا مع البرنامج وابتدى التحضير. أنا بعرف ليلى يعني جت مصر اتأقلمت مع كل حاجة، كلمت مصري بأربع شهور ما شاء الله ما شاء الله، خذت العين يعني مش قادرة يعني تتأقلم عليه. موضوع السواقة ده عامل لها مشكلة كبيرة. يعني أنا يعني انت عارفه انت شايفه لما كنت نقول لك يلا نطلع هجيب الحاجه دي انا بخاف يعني بقول لها يمكن اطلع في تاكسي احسن ولا سوق العربيه. لا، انا عايزه اقول لكم بقى، انا كان عندي موضوع تاني جدا. انا كنت باجي شغلي واروح تقريبا في اربع ساعات. انا يعني تقريبا نقلت بيتي ونقلت مكان اقامتي عشان يعني اقدر اطلع لكم على الهوا في ميعادي، وده كانت حاجه طبعا يعني لان لو عملتش كده ما كانش زماني يعني هبقى موجوده معاكم اصلا. ميعاد برنامجنا اصلا هو بعد يعني خروج الموظفين، المدارس، يعني باختصار مصر كلها برا البيت. بالزبط. واحنا اصلا ممكن نتغدى ونتعشى وننام ونعمل كل حاجه واحنا لسه في العربيه ما روحناش البيت. كمان شويه لو استمر الوضع بهاي الطريقه ممكن تلاقينا عايشين بالعربيات وسيبنا البيوت. فنحن يعني لازم نساهم بانه نحل جزء من المشكله. ممكن الناس اللي عندها مشاوير قصيره تمشي تاخد العجل اللي هو البسكليت بالسوري، ده احسن حاجه. انت عارفه انا بعمل ايه؟ انا صرت تاخد شيبس ومش عارف طلع رحله ليلى بتبقى طالعه رحله باخد حاجاتي معايا وبقعد بقى لو في بقى بقعد انا خدوا راحتكم خلاص اتعودت. لا، وكمان ساعات ممكن مثلا يبقى عندي مشوار هروح اعمله في نص ساعه عشان اوصل المشوار، اخد خمس ساعات رايح وخمس، وهو مع ان مشواري كله هو نص ساعه بس لازم انزل قبليها مثلا بتاعت اربع ساعات وارجع بقى مثلا مش عارفه انا راجعه تاني امتى. بقضي حياتي تقريبا في الشارع عشان اروح مشوار. طبعا وما حدا يقول ابدا انه الستات هن اللي بيعملوا الزحمه ومشاكل السير، لانه نحن بنطلع بالعربيات وبنشوف الرجاله بيعملوا ايه. صح ولا لا يا نهله؟ طبعا يعني الست بس هم كل ما تلاقي واحده سايقه كده شويه لك دي سواقه ستات. لا، على فكره في ستات بتسوق حلو جدا وبتسوق متمكنه جدا في سواقتها، بس هم شايفين ان الستات مش متمكنه. وبعدين انا قلت حاجه، قلت انا لما انزل تونس واسوق هيشوفوني انه انا واو السواقه دي. يعني انا عملت كورس محترم بالسواقه. بالنسبه للسرعه هنا انا زرت، عارفه لما اسوق الاقي بالذات الشاحنات الكبار، انا لما اشوف شاحنه جنبي بموت بخليه هو يمشي. وساعات بتبقى معايا على التليفون ليلى تقول نهلا اقفلي 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 انا سايقه اقفلي مش قادره. شيف، شو رايك بموضوع الزحمه شيف وموضوع السواقه؟ سواقه شيف المغازي معانا. اهلا وسهلا، ازيك؟ خلصتوا خلاص موضوع الزحمه؟ لا، احنا شايف في زحمه عندكم. احنا عندنا زحمه وعندك انت زحمه ما شاء الله. انا عندي زحمه النهارده، عندي كل المطابخ النهارده زحمه يا دنيا زحمه. بلاش نشم ريحه من هلا بصراحه. اولا بوجه للساده المشاهدين التحيه من خلال شاشه قناه دريم. طبعا احنا بنعمل مع بعض النهارده المقلوبه بالدجاج، لها سر. معانا التبوله كمان النهارده، عروسه المطبخ الشامي، ولها سر مع الشيف المغازي. طيب شيف، بنعمل شوربه الطماطم بالكريمه اللباني. راجعين لعندك شيف، تقول لنا كل التفاصيل الاشياء الحلوه والجميله اللي عم تعملها. احنا بس مشاهدينا حنستقبل اتصالاتكم طبعا على الارقام الظاهره على الشاشه، حنطلع نشوف شو عندنا فقرات اليوم ونرجع لكم. هنتعرف على تكلفه اغلى اجازه للمشاهير في تايلاند.
وكمان هنقول لكل ست بيت ازاي تدبر مصروف بيتها مع بسمة السباعي خبيرة تدبير المنزل. ورح نشوف كمان معانا المعلمة هويدا امبراطورية الجزارة في مصر، وهنعرف برضو ازاي نحافظ على ولادنا في فصل الشتاء مع دكتور مي سعد. طبق جديد واكلة جديدة هيقدمها لنا الشيف المغازي في فقرة المطبخ. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ليلى؟ الاخبار؟ اخبارك؟ وحشتنا من امبارح للنهارده. وحشتنا بالتونسي يعني. يعني توحشتك برشا. بالنسبه ليا انا برشا انا من امبارح لليوم فريمون كليت ميك. لا يعني انا اول بعد ما كملنا ديريكت ومشيت للميك. وانا برشا كتير عامل ماكله. تحب تشوف انا عامل ايه النهارده ولا انت عندك زحمه لسه؟ عملت لنا ايه النهارده؟ النهارده انا عامل مقلوبه بالدجاج مع القرنبيط طبعا. مهم جدا المقلوبه يشارك معاها انواع الخضار عشان يبقى قدامنا هرم غذائي من السفره. كمان معانا النهارده التبوله عروسه السفره الشاميه. والتبوله لها سر يا رشا، انت عارفاها كويس. معانا كمان شربه الطماطم بالكريمه اللباني، ازاي نعمل الطماطم ونستفيد بالحديد اللي موجود فيها ونتلاشى مشاكل الحموضه بوضع معلقه سكر اللي عشان نشرب شوربه براحتنا. معانا مقلوبه، يبقى لازم سلطه زبادي بالخيار، ودي اتعلمناها ناكلها دايما مع المقلوبه. الله يا ابو حميد المخرج الجميل. هنشوف المقادير مع بعض على البنات طبعا ما يخلصوا الموضوع والقصص الزحمه اللي عندهم. هنشوف ازاي نشرح مع بعض نعمل المقلوبه وسر كل اكله بنعملها. ده الاكل شكله النهارده يعني تسلم ايديك يا شيف، يعني سلمك. الريحه جايه لعندي من دلوقتي. خربت لي الريجيم يا شيف. انا كده البهارات حرام عليك. انا عايزه نعرف شو الفرق بين المقلوبه الشاميه والمصري. في كذا نوع، هي مقلوبه موجوده في كل الدول العربيه بس كل الناس بتعملها شكل يعني السمك. يعني هي عايزه تعرف بس الفرق كل بلد يعني. اوكي في الاردن هي دي مشكله، برافو عليك. فلسطين يعني المقلوبه هناك. البنات النص الحلو بيتكلم على نقطه مهمه جدا. احنا لغايه دلوقتي ممكن في دول بتتخانق على مساحه ارض بين الحدود. دلوقتي برضو في دول بتتخانق يقول لك المقلوبه دي فلسطينيه، المقلوبه دي سوريه، المقلوبه دي مصريه. الشطاره في ان كل ست بيت تعمل المقلوبه بطريقتها وبالحب بتاعها لجوزها. المقلوبه اكله فلسطينيه اردنيه مختلفين عليها، المنسف اكله اردنيه اصيله. المنسف لا يعلى عليه. لا يعلى عليه، اردني. كمان نيجي لبعض الكبسه. انا بروح اعمل عمره، حبايبنا بروح يعملوا عمره، بيجوا من بره عاملين افكار مع الكبسه والمقلوبه تتعمل ازاي. فمهم جدا اعرف اصل الاكله وبلدها احتراما للشعب اللي انا باكل منه الاكله. لازم اعمل الاكله على اصولها. يعني اذا بعمل الكبسه بحب الشعب السعودي بوجه له تحيه، بعمل الكبسه على اصولها بالبهارات العربيه اللي هو اللومي والحبهان وورق اللورو والدرسين اللي هي القرفه الناعمه. انا حابه اسالك شيف، كم جرزه بقدونس استعملت لتعمل الاول قبل ما تتكلمي عن البقدونس؟ انا معايا بقدونس وكزبره عشان ومجهز سؤال للبنوته الحلوه اللي هتشاركني هنا، تقول لي ايه الفرق بين البقدونس والكزبره وتطلع لي البقدونس والكزبره من دمها. من الشطره اللي هتيجي تقول لي كده بقى؟ دي فيها اربع انواع من الخضار، تقولي لي كل واحد اسمه هنا. معايا الاستاذ احمد المخرج طبعا. انا لو هقوله لك هقوله لك بالتونسي، مع الدنوس وكلافز. لا بلاش التونس عشان الساده المشاهدين يعرفوا. ما مش هعرف بالمصري. تعالي يا رشا قولي لي. تعالي، ده سؤال في غايه الاهميه وصعب جدا. شيف معلش بس قبل ما رشا، لحد ما رشا تجيلك اتكلمت مصر ام الدنيا. مكونات المقلوبه هي بتختلف اللي معانا النهارده بتختلف من بلد لبلد طبعا. يعني في مقلوبه بتنجان، احنا عارفين عندنا في مصر مقلوبه بتنجان. حلو. بتختلف بقى مكونات اللي هي بتتعمل مع الرز دي من بلد لبلد. سؤال في غايه الاهميه من ليلى من نهله. سوري. بص يا نهله، المقلوبه لو عملتها اختك هتختلف طعم اختك غير طعم دي. ومع ان انتوا الاثنين مصريين. لو عملت الكشري مثلا، فكره الحب للمطبخ، سر الوجود النفس اللي هو الحب، سر الوجود اللي احنا عايشين فيه ده الحب. خد الحب ده وخش بالمطبخ. حب اسرتك ازاي؟ اطفالك الحلوين، ايه القيمه الغذائيه للاكله؟ السيد رب الاسره اللي بيصرف وكل يوم يدفع من جيبه هتاكليه اكل ايه؟ فالحب ده بيبان على الاكله وانت بتعمل. ايا كان، مالكيش دعوه بالبلد ده. انا ممكن اعمل دلوقتي التبوله لو جبت لي شيخ الشيفيه في لبنان او في سوريا او في اي بلد عربيه انا هعملها احسن منه. ليه؟ بحب المطبخ. هنعمل تبوله مع بعض النهارده وهناخد راي رشا فيها. كل ست بتعطي شخصيتها للطبخه اللي هي بتعملها وبتطلع شخصيتها وروحها فيها. وريني بشخصيتك هنا بقى في البقدونس. تعتبرني فين؟ ورينا شخصيتك. ايوه. لا قدام الساده المشاهدين.
ده نعناع. نعناع. ده نعناع. ودي ده الشبت. مظبوط. وده ده حرامي، اسمه الحرامي بتاع المطبخ. ممكن شويه بس. ليه اسمه الحرامي يا شيف؟ ليه اسمه الحرامي؟ ده بيسرق الطعم يا نهله. الشبت زي في المحشي كده يعني بيلغي طعم اي حاجه ثانيه بتدخل معاه، بيلغي اي حاجه مع حشري يعني، هيخش في الاكل بس يبان هو الناس. طيب شايف انت المطبخ. انت جايب لنا نوع كزبره غريب شويه. ده كرفس. ده كرفس. طب ماشي، ده البقدونس. كزبره فين؟ اهي دي كزبره خضراء. اهم حاجه النعناع. تحت ازاي؟ بس نوعها غريب شويه. ايوه نوع كبير. مظبوط. لا انا ما بخربت فيه. لا مظبوط، برافو، شاطر. انا بعرف السوريين شاطرين. بس اهم حاجه النعناع بالموضوع. النعناع الاخضر الفريش ده. احنا عارف بتونس شنو نعمله بيها؟ كيس تي بالنعناع. النعناع حبيب ست البيت. هي عايزه تعمل اكل فيه توم. فتعالج مشكله التوم بايه؟ لازم تاكل نعناع، عشان كده اخترعوا اللبان ابو نعناع. بيهضم يعني يا شيف؟ لا يعني بيهضم الاكل. النعناع بيهضم الاكل. بيعمل المطبخ طبعا. النعناع ده بيهضم. انا هلا عرفت شايف انت ليش مش سامعنا، لان الصوت عندك عالي. الصوت بتاع غليان. ايوه مظبوط. طب انا حابب ممكن تقول مكونات كل طبخه لحالها بسرعه بس عشان الستات. شوف عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا المقلوبه، المقلوبه ممكن نعملها بالدجاج باللحمه بالخضار، بس نعملها بالسمك كمان، بس السمك لازم يكون جزل. معانا دجاج، معانا طماطم، معانا قرنبيط هنشويه في الفرن، معانا رز مصري ام الدنيا، ده لازم يتعمل للمقلوبه. بلاش نخترع ونعمل المقلوبه برز بسمتي. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم هنقولها بالترتيب. مقادير المقلوبه بالدجاج مع القرنبيط، معانا دجاجه متقطعه طبعا او صدور دجاج، معانا رز مصري 2 كوب، معانا صلصه طماطم، ما ننساش طبعا اللوز هنحطه على الوش والمكسرات، مع البهارات العربيه اللي هو الفلفل والملح والكمون، وما ننساش البصل والثوم طبعا في الاكله بتاعتنا. نشوف مع بعض مقادير التبوله او شوربه الطماطم بالكريمه اذا سمحتوا. ماشي، شوربه الطماطم التبوله. الله، التبوله دي انا مسميها عروسه المطبخ او يعني عروسه السفره. صح. ايه اللي رايك في المسمى الجميل ده؟ ده مسمى رائع، وهي فعلا عروسه السفره، وهي اصلا بدها كتير تحضير وتجهيز. طيب. وفرم على الناعم، ما حدش يحط البقدونس بالخلاط. انا بس عشان قبل ما تاخد عندي رشه، تعالي شوفي البقدونس ده، المساعدين بتوع الشطار. لا حسين ما شاء الله طبعا. يعني ده بقدونس مفروم. شطاره سر الاكل هنا لما نفرم البقدونس ده ما يتفرمش مره واثنين وثلاثه، عشان نحافظ على السائل اللي موجود فيه. مره واحده وما ينفعش احطه بالخلاط. التقطيع دي بيبقى ليها اسم يا شيف، ليها اسم معين التقطيع دي، صح؟ التبوله جوليان. جوليان. ايوه صح. المصطلحات دي برافو عليك يا نهله. جوليان اللي هو تفرمه التبوله. نعم. زي روميو وجولييت. لازم علشان احافظ على السائل اللي موجود في البقدونس ما افرمهوش زي الملوخيه. بالظبط. بقت هي كده عشان ما يتبلش. مظبوط. وقابلني البرغل الناعم بتاع التبولة. والطماطم اللي انا فارمها كمان للتبولة لازم تتفرم ناعمة بالظبط بالشكل الجميل ده. شوفوا ازاي ناعمة جدا. دي التبولة اللي على اصولها الجنسية بتاعتها السورية اللبنانية الجميلة. حلو الكلام. فلسطينية كمان. فلسطينية كمان. كل الدول العربية التحية ليها. تعالوا مع بعض، عاملين النهاردة شوربة الطماطم بالكريمة. الطماطم دي فيها سر عجيب سبحان الله. مهمة جدا، ولكن لها مشاكل صحية كتير. بتعمل مشاكل للقولون لما بناكلها كتير، تعمل حرقه، حرقان في المعده. فعشان نتلاشى مشاكل الحرقه لازم نحط معلقه سكر مع الطماطم. مفيش حرقه طماطم بعد كده. ده كل اللي عندي، وانا عايز اللي عندكم ده. والطماطم كمان يا شيف املاح عاليه جدا بتهيألي. املاح عاليه جدا، برافو عليك. اللي بشكل اللي بيعاني من الاملاح ما ياكلش طماطم كتير. ما ياكلش طماطم كتير. مقادير الشوربه معانا طماطم ومعانا بصل وثوم واساس زعتر في الشوربه. ما ننساش نص كوب من الكريمه اللباني، ده مهم جدا. زي الكريمة اللباني اللي هي اللي احنا بنقدر نعملها لحالنا. لا، اللي هي بتبقى علب في السوبر ماركت كده. ايوه مظبوط. جاهزة الكريمة اللباني اللي هي موجودة في السوبر ماركت. بس انا بعملها لحالي، انا بحط زبدة مع طحين وحليب. برافو عليك. اللي هي الوايت صوص. ايوه اللي هي الوايت صوص، اللي هي زبدة. فريش اكتر ما تجيبها جاهزة. زبدة. لا انا لازم اتعلم منك الاكل بصراحة، عشان انا مش فاهمة ولا حاجة. انت مش عارفة اي، عايزالك مترجم معانا. لا انا مش عارفة. احنا كده يوم هنعمل اختصاص اكل تونسي عشان ادخل انا بقى ويجوا يقعدوا هم هنا ولا واحده فيهم تتحرك. ماشي. على فكره عايز اقول للساده المشاهدين حاجه، بعد ما بنخلص الاكل البنات الحلوين دول بيتذوقوا الاكل بجد. بيتذوقوه. شفت انا كده ازاي قلت على الهواء؟ بيتذوقوا كتير. بيتذوقون الاكل النص الحلو. طيب شايف احنا ناطرين منك مقلوبه عالميه وتبوله مقلوبه عالميه عربيه كمان. تحيه للعرب. ومعانا كمان شوربة الطماطم بالكريمة مع التوست المحمص. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، أنا بناشد المصريين الفلاحين اللي أنا منهم، والله العظيم الخس البلدي ده لا يعلى عليه. طبعا ده مش متواجد دلوقتي، عشان أجيبه
خليت واحد مخصوص يروح سوق الجمله عندنا يجيب الخس. ليه ما الخس البلدي ده فين؟ كنا نشوف الراجل يبيعه على العربيه مع الخياره شم ريحته على بعد كيلو. انت عارف الشيف كمان ان بيقولوا الخس ده بيخسس طبعا، والكابوتشا مش بيساعدش على الخس خالص. الاقي واحد عامل الكابوره بالخس الكابوتشا ده بده يدفع اللي جاب الغرب من العرب. لا طبعا ما ينفعش خالص الفرنجي نهائي. طبعا لازم زيت زيتون للتبوله والبهار الحلو، وبلاش تتبل التبوله بالملح والفلفل والكمون، لازم بهار حلو. وانت عارفاه طبعا يا رشا اللي هي الكبيبه الصيني بنسميها هنا المصريين عند العبقري. طبعا البصل المفروم الناعم اساسي مع التبوله، بس مش كل الناس بيحبوه يعني، بس هو لازم بصل مفروم ناعم كتير. لازم بصل مفروم ناعم. وانا فرم انا اوريه لحضرتك دلوقتي اهو. انا بس بحط شويه صلصه كده. الله الريحه، شايف الريحه الجميله دي كده؟ الريحه واصله هنا. ليلى الريحه يعني. نتكلم برضو عن التبوله لان دي عروسه المطبخ. احنا النهارده اول فقره هنعملها هي الاكل. ده الاساس. هنيجي ناكل على طول. احنا مع بعض كده واحده واحده ان شاء الله. بصي يا رشا تعالي اقعدي مكانك يا حبيبتي، خليني انا اجي هنا. يا شفت هتتخانقوا عليا؟ تعالي 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 تعالي، انا مش قادره. معانا بصل يا ابو حميد مفروم للتبوله، لازم يتفرم بالشكل ده الجميل ده كده. ده لازم البصل ده للتبوله، لازم البصل تكون مفروم ناعم. يلا يلا معناها نحن رح نستنى كل هاي الاشياء العظيمه اللي رح تطلع فيها. سفره جميله ان شاء الله. نطلع نشوف تقرير الارقام تبعنا ونرجع. يلا يلا. $300,000 سعر الكافيار المصنوع من الذهب، نوع خاص من الكافيار مصنوع من بيض السمك الأبيض النادر مخلوط مع الذهب 22 إيراد، ليكون أغلى طعام في العالم بسعر مذهل يصل إلى $300,000 للكيلو الواحد. $18,000 تكلفة الليلة الواحدة قضاها براد بيت وإنجلينيا جولي في عطلة بتايلاند. قضى النجمان العالميان براد بيت وإنجلينيا جولي عطلة في تايلاند بصحبة أولادهم الستة. 70 عام مروا على وفاة هتلر، والعلماء يؤكدون أنه كان امرأة كشفت نظريات بديلة تحيط بمصرع زعيم النازية، وتلخصت أن الجمجمة التي يمتلكها هي جمجمة أنثى. وأكد مؤرخ سويسري أنه كان يعاني من أمراض فسيولوجية شاذة. $1,376,900 لأوراق الحمام المصنوعة من الذهب. قامت شركة تويلايت مان الأسترالية بإنتاج أوراق الحمام من ألياف الذهب من عيار 22 إيراد، وتقوم الشركة ببيعها لزبائنها في دبي. $75,000,000 ثمن أغلى تورتة يشتريها خليج لابنته، قامت بتصميمها مصممة بريطانية تدعى ديبي وينغهام، كانت على شكل تماثيل سكر مرصعة بالماس الحقيقي. 80% من الرجال المغرورين يتراجعون أمام النساء الجميلات. أكدت دراسة برازيلية أن نسبة 80% من الرجال المغرورين يتلاشى غرورهم قدام النساء الجميلات، ولكن المرأة تستخدم غرورها لتغطية نقطة ضعف فيها أو في شخصيتها. رجعنا من الفاصل ومعنا فقرة مهمة جدا لكل أم تتفرج علينا. طبعا اول ما يدخل البرد علينا والجو يبرد شويه والدنيا تشتي، تلاقينا بقى عملنا حصار على اولادنا. لو حد عطس جنبي تعالى كده يا حبيبي، لو حد كحف وشك حط منديل على وشك، لان طبعا بنلاقي البيت اتحول يعني فيروس منتشر. يعني لو الولد او البنت عيا، الام بتعيا، الاب بيعيا، تلاقي البيت كله بقى المرض منتشر فيه، وعشان نخرجه بناخد وقت كتير جدا. لو انت حاطه مثلا عامله مكان للادويه قد كده صغير، بتلاقي المكان ده عمال يكبر يكبر يكبر، وبنجرب الاول اذا ستيل ما بيجيبش، بنقعد نجرب 100 نوع 100 نوع من الادويه، ونلاقي برضو بياخد وقت طويل جدا، ونبقى مش عارفين نعمل فيه ايه. على ايه يا رشا؟ بالظبط كده يا نهله. طبعا بنرحب معانا بالدكتوره مي، معانا استشاري طب الاطفال، هتتابعنا وتجاوبنا على كل الاسئله اللي هنطرحها عليها. طبعا مثل ما بيقولوا المقوله الشهيره، درهم وقايه خير من قنطار علاج. نحن طبعا لما ولد بيمرض بتلاقي كله أدوية بقى ومداعمات مناعة وحاجات كتيرة جدا. لا، احنا عايزين نعرف كيف نحمي الأطفال وكيف نعملهم وقاية قبل ما يوصلوا لمرحلة المرض، خصوصا بالشتي وبالبرد بتحصل حاجات كتير. دكتورة تفضل.
اهلا بيكم ومبسوطه ان انا معاكم النهارده في البرنامج معانا. هو اول حاجه يا دكتور سوري يعني اقطع عليك، عايزين نعرف ايه اللي جنبك ده؟ كل اللي انا شايفه عروسه وحاجات دي الحاجات انا بحب دايما اوصل للام المعلومه في ابسط طريقه وبطريقه تكون هي فاهماها وسهله، فان شاء الله يعني نعرض بطريقه سهله باذن الله الحاجات دي الادوات بتاعت حضرتك يعني. اتفضل. طيب هو بالنسبه للوقايه بصفه عامه في فصل الشتاء كل الاطفال بيبقوا عرضه ان هم اكتر من الكبار ان هم يايو كتير اكتر من الكبار. الوقايه بصفه عامه ان احنا لازم نغسل ايدينا، لازم نهوي البيت كويس، لان احنا للاسف بنبقى بردانين ونقفل ونغطي زياده، وواحد فينا يعطس كل البيت بينتشر ليه. فبالعكس ما نخافش من التهويه، يعني التهويه دايما ديلي بيس دي حاجه كويسه. وحتى الغيارات بتاعت البيت كلها برده لازم تكون بتتغير. نعلم اولادنا ان هم لازم يغسلوا ايديهم قبل كل حاجه، يعني لو عطس اللي هي ثقافه العطس والكحه دي ازاي، يعني ما يكحش في وش حد، لو عطس لازم يبقى معاه تيشو يبقى بيحط عليه وبعد كده يغسل ايديه. الديتول دي ممكن تقوم طبعا يعني حتى لما بيروح المدرسه، ما هي دي الثقافه بالظبط احنا عايزين نعلمها له، ان هو حتى لو في المدرسه ومش قادر يستاذن من كلاس ان هو يعمل كده بياخد الوايبس اللي فيها ماده مطهره وينظف بيها بالظبط كده. واحنا في مثلا هو الولد بيكون في البيت، يعني في موضوع الشتاء لما يكون الدنيا برد، انت عارفه الطفل عشان يروح المدرسه او حاجه يا ترى في البيت نتقل اللبس يعني ولا نخليه خفيف حيث انه لما يطلع ما يمرضش؟ يعني هو احنا عندنا برضو من الثقافات بتاعتنا اللذيذه ان احنا دايما لما باجي اشوف الام ايه الاقي البيبي طبقه ورا طبقه ورا طبقه، انا مش عارفه هو ايه فايده الطبقه دي، بس خمس ست حاجات أيوة في بعض مش عارفه اخترقه يعني. طب رايك في يعني في الشتاء كم من قطعه لازم يلبس؟ هو مش بالقطع، هي المهم انا يعني هي اول حاجه اهم حاجه انه ما يلبسش صوف داخلي، ما ينفعش تماما عشان ده بيعمل حساسيه، بيعمل حساسيه للطفل الجلد الجلد الطفل، وتاني حاجه انه بيخليه يعرق، فلما يعرق يجي يصحى من النوم يتعرض لتيار هواء، فدي اي شويه هواء ده هو ده اللي بيعي فعلا، او ان احنا نحط دفايه في الاوضه دي ده اللي بيعي فعلا. النوم طبعا ده طبعا ممنوع غلط تماما يعني. يعني احنا حتى لو اضطرينا نحط دفايه نبقى في تهويه والاوض مفتوحه عشان تسمح ان ما يبقاش الهواء السخن متركز في مكان. بالنسبه لللبس زي ما قلنا بنلبس طبقه ثقيله، يعني انا مع ان احنا نلبس طبقه ثقيله، طبقه واحده بس يعني اللي هي تبقى سميكه وتكون معموله من القطن، وبيلبس الطفل فوقيها لبس البيت بتاعه. لو الدنيا لقيناها برد زياده بيلبس الروب. اما بيجي ينام ليقلع الروب، لان احنا درجه حرارتنا بتسخن. يا دكتور اطفال بترضى تلبس روب؟ ده بالشراب بالعافيه يعني. ده عشان يلبسوا الحاجات الاساسيه دي يعني بيبقى حرب في البيت عشان يرضى يلبس شراب او لكلوك. هي تعود، هو لما يشوفك بتعملي كده ويشوفك لا يعني بتلبسي الروب اما بتيجي تصحي من النوم، ولما قبل ما تنامي بتقلعيه، ولما بنيجي نخرج بنزود طبقه زياده. ويفضل احنا نلبس هات كاب عشان يغطي الودن. وبرده بعلم الاولاد ان هم برده هم نازلين الصبح لازم يشربوا كوبايه ميه عشان ولما يخرجوا برده من الفصل عشان درجه حراره الجسم تبقى والرئه ما يحصلش شوك للرئه لما تعرض من درجه لدرجه. طيب. ويحاولوا يتنفسوا وهم يعني هم خارجين يعني يحطوا منديل على يحطوا منديل او ايديهم حتى كده يحطوها عليهم هم نازلين الصبح بدري. طب الوقايه شوفي نحكي عن الاكل، يعني اللبس اوكي انه ما يفرق عليه الطقس من جوه لبره، الاكل في اكلات معينه في الشتاء ممكن احنا نقدمها للاطفال تساعدهم انه يعني يكون مناعتهم اقوى فيها فيتامينات معينه، شو بتنصحي؟ هو هي الفكره، هو طبعا معظم الاطفال بيبقوا ذات مناعه كويسه، هم معنى ان هم بيعيوا كتير مش ان مناعتهم قليله، لا ده ان هم بيبنوا المناعه بتاعتهم، لان هو في المرحله دي في مرحله البناء. لكن احنا بندي ممكن بعض الاكل والمشروبات تساعد تحفز الجسم المناعه بتاعت الطفل انه يحارب بيها تعلي مناعته شويه تعلي زي ايه مثلا؟ اليانسون يعني حتى التان فلو ده معمول من اليانسون. المشروبات الساخنه بصفه عامه اليانسون، الجنزبيل، القرفه، الشاي يعني بلاش الشاي الاخضر بس حتى لو نسبه بسيطه منه في ديكاف منه ده بيبقى جميل جدا. المشروبات الدافيه كلها والعسل، عسل النحل الابيض والاسود والليمون وفيتامين سي والليمون والجوافه وكل الحاجات بالظبط الغنيه والطماطم برضو والطماطم بالظبط كده. طيب يا دكتور افترضنا لو مثلا الطفل يعني ابني او بنتي طلعت له الحراره سخن بالليل، ايه الطريقه اللي اقدر اتعامل بيها؟ هي حراره الطفل اول حاجه يعني الحاجات اللي بنستخدمها في اجراءات عاديه من غير ادويه، وفي ادويه اللي من غير ادويه احنا بنعمل كمادات. اهم حاجه ان احنا نعملها ما نعملهاش هنا، المنظر التلفزيوني ده اللي بنعملها هنا دي ما فيش. هي الفكره ان احنا بتبقى في اوعيه دمويه كبيره ماشي فيها دم سخن احنا عايزين نبرده،
فلازم نروح على الاماكن اللي فيها المواسير اللي فيها الدم الكبير اللي هي تحت العروق الاوردة اللي هي تحت بين الرقبة وتحت تحت الباط وعند الفخذين. لكن هنا ده ما فيش اي حاجة بتعمل. كل الناس اصلا بتستعمل اللي هي الجل دي بتاعت القورة مع ان كل الدكاترة دلوقتي بيقولوا ان هي ملهاش ملهاش لازمة. بعد اذنكم هناخد اتصال معانا من تونس. اسماء من تونس. الو عسلامة. عسلامة. شنو حوالك؟ عسلامة. لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ تعرفني على روحك. انا اسماء من تونس. عسلامة يا اسماء. عسلامة. واخيرا انا بديت نتكلم تونسي، عندي شكون يكلم فيا من تونس. بس شوي شوي علينا عشان الترجمة عشان نفهم برضه معانا مشاهديني بيتفرجوا علينا. عسلامة يا اسماء. عسلامة حبيت نبارككم على البرنامج. منورين منورين بتلبس بنورك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يعيشك يعيشك ربي فضلك. منورين خاطر انت زادة كلمتنا. قلت لك منور على خاطر انت زادة كلمتنا. يعيشك يعيشك يا اخت ليلى. يعيشك يعيشك. ايه رايك يا اسماء في البروجرام بتاعنا؟ البرنامج عجبني انا بصراحه. انا قاعده اتابع في البرنامج جدي وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله تقدموا الى احسن ان شاء الله. يعيشك يعيشك. في حاجه يا اسماء نفسك نتكلم عليها او انت حاسه ان هي عامله لك مشكله او حاجه حابه ان احنا نطرحها يعني في البرنامج؟ والله تو الحمد لله تو ما عنديش حتى مشكله فيها اصلا. اسماء انت يعني ثم كلمه بالتونسي هي بالنسبه لهم انت تعرف، اما انا مش نقولها لك باللغه نتاعهم هما. انت متجوزه؟ ها مش نقولها لك. اه ايه متزوجه. انا عندك ولاد؟ انا ما عرفتها. انا متزوجه. هي دي الكلمه اللي ما بنحبكش تقولها. اسمع هو برنامجنا مش بس للستات المتزوجين، كمان للصبايا. يعني لو حبي لو بعدين ذكرتي اي شيء وحكيتي معنا فيكي تسالي عن اي شيء، مش بس للمتزوجات. للمتزوجات والعازبات. انا متزوجه وجايبه بيبي عمرها سنين. اوكي تبارك الله تبارك الله. يا مبروك مبروك. مالا نقول لك احنا مبسوطين كثير انه انت عم تحكي معنا من تونس، ومبسوطين انه اصلا يعني بتونس بيشوفونا بيشوفوا البرنامج بيشوفوا دريم. الو أسمع. طيب اسماء شكرا لك. شكرا اسماء حبيبتي ودائما حكينا ونكمل الحوار مع ضيفتنا. كنا عم نحكي عن الوقايه. انا حابه انه نمشي بترتيب الحاجات اللي حضرتك جبتيها. عم نحكي عن الوقايه وممكن نحكي بعد عن التشخيص. مثلا انا عندي بس سؤال دكتور معلش. السخونيه بس على الوقايه. السخونيه بيقولوا عنها انه هي عرض مش مرض. بالضبط كده. ممكن نحكي عنه وبعدين. هي بالظبط هي سخونيه عرض مش مرض. يعني لازم نعرف سببها ايه. ومش لازم ومش علاجها المضاد الحيوي. يعني دي اهم نقطتين نحب ان نتعرف. هي معلومه جديده. فهي الفكره ان احنا العادي معظم السخونيه بيبقى سببها فيروس. الفيروس ده بيسبب اعراض. الاعراض دي ممكن تبقى في الشتاء بتكون فين في الغالب؟ في الجهاز التنفسي. تعمل مثلا رشح، انفلونزا، تعمل اللي هي زي اعراض البرد، تعمل التهاب في الشعب الهوائيه، التهاب رئوي. دي ده ممكن يبقى بكتيريا. البكتيريا دي هي دي اللي بتحتاج الى مضاد حيوي. طب ازاي الام او الدكتور بيعرف دي فيروس ولا بكتيريا من الاول؟ من الاول خالص ما نقدرش نعرف، بس بنستنى 48 ساعه. لو الحراره دي اختفت بعد 48 ساعه يبقى ده موستلي فيروس. دايما اللايف سايكل بتاعه الفيروس بتقعد 48 ساعه. ده مش بنحتاج له مضاد حيوي. مش بنحتاج له مضاد حيوي. يعني مش من اول ما الطفل يسخن تبقى الام بانيك جدا ومش عارفه تعمل ايه يلا بسرعه خافض. بس درجه معينه من السخونه يا دكتور ولا مثلا لينا حد معين؟ لحد 38 انا عارفه تقريبا يعني لا مش شرط. ايوه انا عارفه ان هو ممكن تكون شائع ان هو لا خلاص لو 39 يبقى ده لازم مضاد حيوي. لا برضه في فيروسات زي بتاعت الحمى الورديه بتعمل حراره اب تو 40 41 وبعد كده تقعد ممكن كده يوم او يومين ومره واحده الحراره تنزل ويبقى يطلع ينزل طفح احمر كده. المضاد الحيوي في الحالات دي بالعكس بيبوظ مناعه الطفل وبيخليه ما يحاربش المرض ده كويس. وملهاش لازمه. طب يا دكتور كنت عايز اسالك مثلا الطفل يطلع له حساسيه بجسمه. والحساسيه دي مش عارفين من ايه، يعني مثلا يروح للدكتور يديه دواء وكل حاجه وبرده الحساسيه زي ما هي. هو الحساسيه ليها اسباب كتيره. من ضمنها ان هو في ماده معينه بيبقى حساس منها، يعني ماده بالكونتاكت، يعني بالجلافز بيلبسه، بيلبس اللبس بتاعه فيه صوف،
فيعني من حاجات معينه كونتاكت هي لازم تكون من الحاجات دي. لا مش شرط. ممكن من الاكل يا دكتور بالظبط كده، ممكن يكون من حاجه يعني ممكن تكون حاجه من لامسها او حاجه بياكلها اي نوع بقى، حاجه ياكلها او يشربها بتعمله حساسيه دي. او اكتر نوع بقى النوع الثالث ده مشهور ان حاجه قرصته، يعني ايه حاجه واحده بس تقرصه وتعمل حساسيه في باقي الجلد اسمها حساسيه. أيوة حشريه. يعني بتبقى هي قرصه واحده بس ينطر على الجسم كله. فهم دول الثلاث اسباب بيبقى علاجهم ان هو بياخد مضادات للحساسيه ومرطبات للجلد عشان ما يقعدش يقرش ويقص ضوافر، وبتقعد يوم يومين وخلاص يقص ضوافر عشان ما يعرفش يقرش. عشان ما يعورش نفسه. اوكي. طب معانا اتصال معانا مي من الجيزه. الو. مساء الخير. هاي ازيك يا مي؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انا مامي كندا فاكريني؟ ايوه انت اللي كلمتينا امبارح. ايوه ازيك يا مي؟ بقت صديقه للبرنامج فعلا بجد. بجد انت يعني وفيه جدا. خليتكم النهارده عشان انا بنتي تعبانه وفرحانه ان انت دكتوره اطفال قوي. بنتك تعبانه مالها ليه؟ الف سلامه. عندها ايه؟ هي عندها كحه بقالها كده اسبوع وكحه جامده. عندها كحه وايه يا مي؟ كحه جامده قالت معاها بلغم، فانا مش عارفه هي تروح مع الدواء ولا ليها حاجه ثانيه ولا عشان الجو. عندها كحه جامده يا دكتور قلبت معاها ببلغم يعني على صدرها، تعمل ايه معاها دلوقتي؟ هو خليني ابدا اقول برضو ان الكحه عرض مش مرض. برضو زي السخونيه. زي السخونيه. يعني انا دايما ايه، الام اول ما يجي الطفل يكح انا عايزه حاجه تهدي الكحه دي. لا هو مش كده، هي السر ان احنا نعرف سبب الكحه دي ايه. طب ايه ممكن يكون سبب الكحه؟ اشهر سبب اللي انا حتى كنا نتكلم عليه النهارده اللي هي الحساسيه الصدريه. تيجي في اللي هي في مرحله التشخيص دي اول حاجه ان زي كده الام تيجي تقول الطفل بيكح كتير وبياخد ادويه اللي بتهدي الكحه وما بيجيبش نتيجه، وبديله مضاد حيوي وبرده مش جايب نتيجه، واروح لكذا دكتور وبرده مش جايب نتيجه. فده هو اللي بيحصل. يعني مثلا سوري، يعني يجي الدكتور النهارده يفحصه يديله دواء، تزيد تاني يوم بتلاقي الموضوع زاد عن حق زاد بالظبط، ترجعي توديه تاني يوم الدكتور، يرجع الدكتور يقول لك شيلي الدواء ده وحطي الدواء ده بالظبط كده، ماشي. ترجعي تالت يوم نفس الموضوع يزيد، توديه دكتور تالت يقول لك شيل الدواء ده كله. وبتلاقي يعني بقوله والله ما انا نايمه على بنك يعني فاهم، يعني ادويه في النهايه تقعد اسبوع انا من دكتور لدكتور وكل دكتور يقول لي. فدي انا بس عايزه هقول لك بقى دي ليه. هي الفكره احنا برضو هي ليه الموضوع بيبقى غريب حتى بالنسبه للام. احنا كان على ايامنا احنا كانتش الحساسيه منتشره، حساسيه صدريه بالطريقه دي. الاجيال بتاعتنا ما كانش فيه كده، كانت نسمع ايه ده حساسيه ربو، دي حاجات نادره قوي يعني. وقول يا دكتور برضو افرازات المناخير. افرازات المناخير على دي الحساسيه الانفيه، دي بتسبب حساسيه صدر على مدى طويل. بتكلم عليها دي اللي هي الحساسيه الانفيه. ما كانش على الايام احنا دلوقتي مع التلوث ومع ما بقاش فيه رضاعه طبيعيه والمناعه ضعفت عند الاطفال وبناكل بدري، كل الحاجات دي زودت نسبه الحساسيه عند الاطفال. فتيجي طبعا هي مش متعوده، لا الام ولا حتى ممكن يبقى في دكاتره مش متابع، مش بيبقى عارف ان الحساسيه بقت منتشره بالطريقه دي. وايفن في اول سنه من العمر، يعني مش بس عند سن اكبر سنتين ثلاثه صغيره بالظبط كده. فاول مشكله ان هي بتيجي زي كده بادوار الكحه المتكرره. بنعرفها ازاي بقى؟ تشخيصها ازاي؟ هو الدكتور بيبقى بيلاقي ان الكحه بتزيد بالليل وبتزيد اول ما الطفل بيصحى من النوم، وبتزيد مع المجهود. ليها اوقات معينه، ليها اوقات معينه وبتيجي في شكل نوبات. طب شو لازم الام تعمل هون؟ يعني مي لسه معاكي معانا؟ مي على الخط. اوكي. هي المفروض ان هي لما نلاقي الكحه دي ما نديش فيها، اصل في اعشاب بتهدي الكحه جميله وكل حاجه، بس طبعا ادويه الحساسيه ادويه موسعات للشعب، فدي ادويه مختصه لازم تكون طبعا بارشاد الطبيب. يعني برضه مش هينفع تكلم الصيدلي في التليفون هو انا ايه الدواء اللي اديهوله للكحه. زي ما قلت الكحه دي عرض. كل دكتور بيدي يعني زي ما قلت لك، يعني انا مثلا هو بيشوف هو تعبان اوكي بيديني الدواء، ارجع دكتور تاني زي ما قلت لك قبل شويه انه يرجع يقول لي لا شيلي الدواء ده اديله ده. ممكن يكون هو مش مختص في الحساسيه، غير مالوف على علاج الحساسيه، او يمكن يكون حاله يعني الطفل برضو اتغيرت يا دكتور، يعني زادت عليه الدواء ما جابش نتيجه الاولانيه فبيضطر يغيره له. هو ده ممكن. وزي ما انا قلت كده هم برضو مش مالوفين على علاج الحساسيه، لازم يكون دكتور المختص فعلا يكون بيعالج حالات حساسيه فعلا، مش يعني مش دكتور اطفال عادي، لا بيعالج. مرات بنروح دكتور مختص بالحساسيه، ده اللي احنا بنعاني منه. يعني بتروحي دكتور مختص في الحته دي ويقول لك اوكي وبيديك الدواء، بلاقي الولد ما فيش حاجه اتغيرت فيه ماشي، برجع بكره بروح دكتور تاني نفس الموضوع، يقول لي ايه شيل الدواء ده كله اديله الدواء تاني. ايوه. ثالث يوم
صرت انا اقول له الدواء ده اعمل ايه فيه صرت لوحدي. فدي النقطه بس انه انا عايزه اعرفها ليه الدكاتره ما هو انت عارف هو مريض بايه ليه بتقعد تغير في الدواء. هو ممكن تكون حاله مش متحسنه انا مش هقدر اعرف بالظبط طبعا انها كيس دي كيس باي كيس يعني مختلفه بس انا مش عارف هل ده كان سبب ليه هو ما اتحسنش فبيغير الدواء. دي بتحصل كتير بتحصل كتير كتير جدا يبقى حظك وحش بقى. لا مش حتى يعني غير النظر يا ليلى. لا لا دكتوره ابني الحمد لله سنه كويسه جدا بس مش موضوعي انا بس يعني موضوع ناس كتير وكان ناس كتير تيجي بتقولي نفس الموضوع يعني مرات بودي واحده مثلا تروح تودي ابنها يمكن تقريبا 6-7 دكاتره ما هو اللي بقوله هي بتبقى ميز هو هي فعلا بتبقى ميز انا ممكن تقعد في مرحله التشخيص دي عيني تقعد سنه انا قعدت شهرين بودي بنتي وديتها ل 12 دكتور قعدت اعدهم وكل مره كان بتشخص حاجه وطلعت حاجه ثانيه وفي الاخر بس حاجه ما زعها بالكحه يعني ليها يعني بس هي لما بيجي طبعا اطفال في الشتاء مع دور البرد بتزود بقى الاعراض بتاعت اللي هي حضرتك بتقولي عليها العرض دي ايوه بتزودها بتزودها ما هي بالظبط هي ممكن الام تقعد في الستيج دي تقعد سنه لدرجه ان بيجي لها ياس واكتئاب فعلا تقعد في الستيج دي وطبعا الطفل خلال هاي السنه يا ليلى بياخد ادويه كتير في ستات بيعطوه كتير مداعمات مناعه وقصص كتير بعتقد انا بتضعف المناعه وبتخليه عرضه اكتر مالهاش دعوه يعني ياخد اي فيروس من بره هي نقطه بس تغيير الادويه عند الاطفال بياثر ولا ما ياثر يعني هو الادويه كتير بصفه عامه يؤثر يعني اهم حاجه المرض ده عامل زيك انك عصفوره وعايزه تصطاديها لو انت بتنشني صح هتصطاديها عصفورات متعتقدي بقى تجيبي من حواليها عشان كده طب خلينا نشوف كده في تقرير معانا نشوف نتفرج ونشوف راي الناس في الشارع ايه ونرجع لحضرتك تاني ايه اكتر الامراض المزمنه اللي بتعاني منها مع اطفالك في الشتاء وايه العلاج اللي بتدوله الانفلونزا والبرد حراره والاشياء هذه واستخدم الله مضادات حيويه هو احتقان في الزور برد الانفلونزا بس دور السخونيه والبرد والنزلات المعويه وبتعامل معهم بالخوافض وبالادويه وبس البرد طبعا والله بالحاجات الطبيعيه بقى يعني مش الدواء كله بينفع في كل الاوقات ديت طيب يعني كنت بجيب لهم جوافه الجوافه دي فيها فيتامين سي حكايه يعني احسن حاجه من غير لبن طبعا يعني البرد بقى والرشح عشان الجو بيبقى ساقع الصبح فهي اكتر حاجه بتبقى مشكله طول الشتاء بس تتعامل معاها ازاي بديهم بقى يتدفوا هم نازلين ياخدوا جوافه حاجات بقى تقوي المناعه بتاعتهم بس حساسيه الصدر فبالتالي كان بجانب الادويه بشوف المكتات مثلا في البيت وطريقه الاغذيه والاطعمه اللي بتظهر الحساسيه طبعا اوكي دكتوره شفنا راي الناس بالشارع بخصوص الشتاء وامراض الشتاء هل بتشوفي انه عندهم ثقافه عامه بالعموم عن موضوع امراض الشتاء وشو رايك باللي قالوه هم فعلا عندهم ثقافه بامراض الشتاء بس يعني لا يعني كويسه ان هم قالوا الجوافه والمشروبات دي حاجه كويسه بتحسن بس فعلا بقى زي اللي انا لاحظته انه في خوف كبير قوي من موضوع الحساسيه الصدريه والحساسيه الانفيه لان الفكره ان الحساسيه لان نوع الحساسيه ده علاجه ايه علاجه الوقايه مش العلاج نفسه ليه؟ ان انا دلوقتي ايه الحساسيه دي؟ هي دي التهاب مزمن في الشعب الهوائيه. بتيجي على شكل كحه متكرره نوبات من الكحه. طيب علاجها ايه؟ لو انا استنيت معلش يا دكتور ليها تطعيمات او حاجه معينه ممكن مثلا الطفل يطعمها فيتجنب ان هو يوصل للمرحله دي، هل تطعيم الانفلونزا مثلا ممكن يجنبنا الاطفال اللي عندهم حساسيه دي ليهم التطعيمات لما ما فيهاش فصال كده لازم ياخدوا تطعيمات الالتهاب الرئوي لان هو ده ليه تطعيم بقى تطعيمات الالتهاب الرئوي عند 2 و4 و6 شهور وعند سنه ونص دي كده يعني لازم ياخدوها لو في تاريخ عائلي لحساسيه صدريه. تاني حاجه التطعيم الانفلونزا ده بيتاخد عند كل سنه. طبعا ده تطعيم مهم جدا رغم ان في ناس لا ده مش مهم لا ده بيتاخد كل سنه ما هو كده والنبي انا عايزه اخد رقمك عشان شكلك انت الوحيده اللي هتشيلي لي امه من قلبي طب والنبي رقمك اهم حاجه كل تفاصيل فيه كامل عنك ماشي اوعي تطلعي كده على طول انا بقول لك لا هتطلع تجري ورا حضرتك بعد الحلقه انا اسفه يا جماعه بس لا ما صدقت على ربنا حد كده
تنوري. ميرسي. هي فعلا تطعيم الانفلونزا ناس كتير يقول لك ايه لا ده مش مهم خالص، ما ده بيتاخد كل سنه، لا ده بيعمل ده ملوش لازمه، ده تجاري، ده هو اصلا سعره بسيط جدا يعني. ايه التجاري اللي فيه؟ المهم ايه بقى الفكره؟ هو دلوقتي التطعيم مش سحر يعني. هو بيجمع كل الفيروسات اللي حصلت السنه اللي فاتت من النال H1N1 ويحطوها في المصل ده. فهو بيعمل حاجتين، بيقلل المضاعفات يعني، بدل مثلا ما الدور يقلب معاكي بسخونيه والتهاب رئوي لا ما يعملش المضاعفات. تاني حاجه بيقلل المده، بدل ما يجي على يجي يقعد اسبوع يقعد 3 ايام. وبيقلل التكرار يعني، بدل ما يجي 10 مرات في الشتاء يجي 3 مرات في الشتاء. فاحنا ما نتعشمش ان هو يخلينا فري من الانفلونزا، لان الفيروس بيتحور، لان برضو الفيروس ناصح يعني ممكن يتحور بسهوله. فاحنا نعمل اللي علينا، كل سنه في شهر 10 او 11 ندي التطعيم. فادنا واستفدنا منه واتصابنا بنفس الفيروسات الموجوده في التطعيم، خير وبركه. استفاد اصابنا بحاجه مختلفه، فيروسات جديده خلاص يبقى عملنا اللي علينا، خارج عن ايدينا بقى. خارج عن ايدينا، هو الفيروس ذكي بيقعد يتحول. صح. نفسي امسكه الفيروس ده اقطعه حتت حتت. الفيروس ده رجلا لقتلناه كلنا بالظبط. والله يا دكتور لو امسكه دكتور معاكي حضرتك حاجات كتير قوي، ممكن حضرتك يعني عشان بس وقت البرنامج نقدر نتعرف على الحاجات اللي مع حضرتك. هو انا بالظبط احنا كنا هنتكلم على الحساسيه، وقلنا او دي ناقشناها مشكله انها في مشكله في التشخيص، الام بتبقى دايخه كتير في التشخيص. اتشخص بقى، قعدت سنه عقبال ما تشخص. اتشخص. انت عايزه العروسه دي؟ العروسه عايزاها. عايزاها خليها معاكي. طيب لعبد اعطيني عروستي. عروستي حبيبتي. هنحتاجها منك دلوقتي. انا بحب اشرحي عليها. ما احنا هنشرح عليها دلوقتي. يلا اشرحي عليها وبعدين رجعيها لي. اتفضلي اتفضلي. هي التاني بقى مشكله، بعد ما تقعد سنه عشان يتشخص نيجي بقى في دور العلاج. نيجي هو دلوقتي جه الدكتور في وقت الازمه بقى نفسها. ده ساعتها علاجه ان هو لازم ياخد نيبلايزر اللي هو جهاز البخار. تيجي بقى البخاخه بقى. لا مش ده جهاز بقى، ما جبتوش ده جهاز الكبير اللي طالع منه الاكسجين. ايوه ده الستيم اللي بيتحط على ليه فايده الجهاز البخار ده؟ حاجتين. اول حاجه انه البخار نفسه بيرطب الشعب الهوائيه، فلما تبقى رطبه ده يحسن المناعه بتاعتها وتحارب الفيروس ده. تاني حاجه ان احنا بنحط فيه ادويه، فالادويه دي منها حاجات بتدوب البلغم، ومنها حاجات بتوسع الشعب وتبوظ وتضيع الالتهاب. خلي كده عارف ياخد نفس بتدخل على طول جوه جسم الطفل من غير ما ياخد حاجه من عن طريق التم او حبوب بالظبط كده يعني. دي الفرق منها. ده كانه العلاج الموضعي، ده كانه المرهم بتاع الرئه بالظبط. ما بيأثرش، ما لهوش اي سايد افكتس على بقيه الجسم. بقى الامهات تسمعي تقول لك ايه؟ لا ده هيتعود عليه. هو هيتعود عليه يعني هيحصل له ايه؟ يعني هيتعود مش هيقدر يعيش من غيره؟ لا هيقدر يعيش من غيره، بس ده وقت الاتاك نفسها. طب وايه المرحله اللي بعديها دكتور؟ مرحله بقى الوقايه. اوكي. تيجي بقى ان احنا قلنا لها خلاص احنا خلاص خفينا يعني اتشخصت وخفينا. بليز بقى انت لازم علاج الحساسيه ده، لو كان هي الحساسيه بالظبط بتبقى عامله زي السلم كده. اوكي. ممكن حالات بسيطه، حالات متوسطه، حالات جامده. درجات يعني. درجات، والعلاج درجات حسب الحاله. فبنقول لها انت لو الحاله كانت بسيطه خلاص احنا كده مش هنحتاج علاج الا عند اللزوم. طب والحاله لو كانت متوسطه، حاجه بسيطه بس برضو بتحصل بتكرار وعايزه الام نحسن الوقايه، بنستخدم فيه اكياس بتستخدم تحسن المناعه. طب في النص يعني انا لا الموضوع مزمن وبيتكرر في الشتاء مرتين ثلاثه، لا لازم نمشي على وقايه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بتكون البخاخات. البخاخات دي بتبقى بخه الصبح وبخه بالليل، مفيش اي مشكله منها، بس هي بتبقى مش معتاده ازاي تستخدم مع الطفل. فدي كده هي بنحط يعني هي ما فيهاش تعب خالص، هي بتجيب الـ دي للحساسيه بالذات يا دكتور. دي للحساسيه بالظبط كده. هي بنحط الاطفال اقل من 6 سنين ما يعرفوش يستخدموا البخاخه. طبعا شبه تبع الربو تقريبا نستعملها الا لما يكون الدكتور هو اللي كاتب لنا الروشته بتاعتها باسمها بالظبط كده. انا بس قلت اوري ازاي انها سهل استخدامها يعني. أوكي. عشان الناس لما تسمع عند الدكتور يقول لها بخاخه، كلمه بخاخه دي ليها اثر نفسي سيء عندها. فلا انا عايزه افهم انها حاجه سهله جدا، تبقى مرتبطه بمرض صعب او كده. ايوه بالعكس، ده انت هتمشي على العلاج، مش علاجها الوقايه. طول ما انت ماشيه مظبوط على البخاخه دي طول فتره الشتاء خلاص احنا فري من اي عيا واي حساسيه خالص. بنامن نفسينا بالظبط. فهي بس بنحط نحط البيبي كده، وساعات بقى شويه عليها شويه على البيبي شويه عليها والنبي، وبنحطها كده بس. وبعد كده خلاص والام ممكن تبقى ساعات البيبي بيرفص. اوكي. تمسكه كويس بالايد دي، وبالايد دي كده، وبتبقى حتى لو اطول رجليها بتبقى قافله عليه، وبتحط البخه بخيتين حسب البخه. يا حرام يا بنتي.
خلاص هعيط عليك. لا لا ما تزعليش عليها. ما هي دي الفكره بقى، ان هو الموضوع بيبقى صعب قوي، تقيل قوي انها تسمع يعني. تحسه كده اوعى حد يفكر يقوم ياخد العروسه. لا لا ما تزعليش يا جماعه، العروسه لليلى من دلوقتي دي طبعا. بتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام اللي قالته الدكتوره، ومثل ما قالت نهله اوعى حدا يعمل شيء من عنده او يجيب بخاخه، دايما بمراجعه الطبيب وبالتنسيق مع الدكتور. نحن نعمل كل شيء، ما ناخدش اي حاجه لوحدنا حتى لو بخاخه صغيره او هيك. وبدي اقول نحن عم نحكي عن الحراره، حراره الطبخ تبع الشيف، انا اللي رجعت الريحه عم تطلع كل شوي، ما بعرف اذا حضرتك شمتيها. ايه رايك بالاكل؟ جوعت يا دكتور؟ والله الريجيم بوظهولي على فكره. شو الاخبار؟ ايه يا شيف مش سامعين صوتك النهارده خالص. سايبكم مع الدكتوره. شكلك ما تفاجئنا. بس على طبق التبوله اللي عامله، بس من عندي باين لوحه يعني. اتفضل حضرتك. بالنسبه للمشكله عند الام بالذات في سن الطفوله، عندها طفل من 6 شهور بتبقى محتاره تاكله ايه، وبتخش المطبخ عايزه تعمل له من قلبها وتديله. انت عارفه الام طبعا، حنان الام. فعايزين ننصح كل ام بتشوفنا دلوقتي الطفل جه 6 شهور تبدا تشتغل معاها نانا ازاي بقى. اول حاجه انا عجبتني كلمه قلتها قوي، ان احنا بعد 6 شهور. هي دي المشكله عند كل الام. لان في ناس اول حاجه كتير بتحب تاكل بدري. فاحنا ده اجدد الارشادات تبع العالم كله والـ WHO، ان احنا ناكل بعد 6 شهور. عندنا هنا كل الارشادات العالميه والاتجاهات، احنا هناكل بعد 6 بعد 4 شهور. طب هناكل ايه؟ كل ما نبع من الطبيعه بناكله يعني، وبنعمل ميكسنج ما بينه، بس بيبقى فيه قواعد. بس ايه اول حاجه، ايه الاكل اللي ممكن ناكله؟ ده عندنا الموز، التفاح، عندنا التفاح سنه يعني يتعمل بوريه مثلا ولا تعمل ما هي بقى الفكره، هي المشكله. الطرق اللي يتعمل بيها يعني. احنا عندنا كل انواع الخضار وكل انواع، هي بتستسهل دلوقتي، وتروح على الماركت تلاقي علب، انت عارفه التفاح في الفرايات البطاطس والحاجات دي كلها، معناها غاليه جدا اكتر من لو عملت في البيت. تاني حاجه انها فيها مواد حافظه، حتى لو اتكتب عليها المادة الحافظة اللي فيها. حتى لو اتكتب عليها ما فيهاش مواد حافظه. تالت حاجه بيبقى فيها انجريدينتس مش المفروض تتاكل في السن ده، يحطوا عليها زبده وقشطه وعسل. فعلا مش عارفين السن كام، مش عارفين السن غير ان الطفل كمان محتاج المواد اللي تساعد على نموه. انت عارفه في البدايه بناء العظام، بناء الانسجه بتاعه المخ. فننصح الام ازاي بعد 6 شهور تركز على ايه من الخضروات، المنتجات، الحاجات دي كلها. هي دلوقتي احنا قلنا من الفاكهه عندك الموز والتفاح، ممكن عصير البرتقال بنحاول ناجله شويه، ان ساعات بيعمل طفح. وطفح عند الاطفال. فده بناجله. عندنا الكاكا مسكره وجميله قوي وطريه، فممكن تتاكل بسهوله. او المانجا مثلا، او المانجا. حسب الموسم بتاعها، ولو ما فيش تاريخ لحساسيه مفيش مشكله ان احنا نحطها. وممكن البرقوق من جوه، القلب بتاعه البرقوق. طيب من جوه. احنا النهارده عاملين مع بعض المقلوبه بالدجاج وسلطه التبوله وفوائد البقدونس للساده المشاهدين، لان احنا بنجهله. يعني البقدونس ناكله في الفتوش في التبوله، بس له فوائد كتير طبعا حضرتك عارفه. طبعا كل شيء بيعمله معانا شوربه الطماطم. فعايزين برضو نشرح للساده المشاهدين القيمه الغذائيه للهرم الغذائي اللي احنا عاملينه مع بعض. كل شيء بيعمله الشيف مفيد ومغذي. يعني مثلا شوربه الطماطم دي مليانه فيتامين سي، وهي اصلا فيها مضادات للاكسده. والبقدونس نفس الحكايه من الخضروات، وفي مضادات للاكسده. المقلوبه دي طبعا وجبه غذائيه متكامله. مش مشكله في الدجاج فيها. احنا بنعزمك على الاكل بتاعنا طبعا. احنا عازمك بعد الهواء على الاكل الحلو اللي عامله الشيف، وبدنا نشكرك كثير دكتوره مي سعد استشاري طب الاطفال. ومعنا رح يكون بعد الفاصل موضوع بهم كثير كل الستات كمان، هو موضوع كيف نظبط مصروف البيت. معنا بنرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. حضرتك بتدبري مصروف بيتك؟ ربنا اللي يعلم. كل حاجه غاليه، فمش هتقدري تجيبي كل حاجه مره واحده. بجيب مره واحده في الاسبوع، يا اما لحمه يا اما كفته، بمشي حالي. اعمل ايه؟ لا انا اللي بجيب الطلبات، مش ماسك مصروف. لو محتاجه حاجه هديها لها يعني. هو المصروف اصلا ما بيقضيش. وجعتيني. التدابير من عند الله، يقول يا رب ما بيغلبش. ايه مصروف البيت يعني؟ هو اهم حاجه اني ما اكونش محتاجه حاجه، هي تمسك المصروف انا على حد سواء. العيشه غاليه، فكل واحد يمشي على قد مقدرته. انا عارفه انا باخد، جوزي بياخد قد ايه، بمشي على قد مقداري. اللي بيعيش بيقلله بيعيش، بناخد ما هي كلها. انا مديها فلوس
وهي تجيب كل حاجه وتعمل بيت كله وتجيب اكل وشرب وكل حاجه. وبشوف الاسعار ايه ومشي حالي على قد الفلوس بتاعتي. انا اللي بنزل السوق فعلا اشتري كل حاجه. يوم الاجازه بتاعته بينزل السوق يشتري كل طلباتي وطلبات امه كمان. انا بقبض وبديها احتياجاتها الشهريه كلها والباقي بيبقى معايا مصاريف انا بس. انا احب الفرفاشه اصله. مين اللي ماسك مصروف البيت حضرتك ولا المدارس؟ ها؟ مين اللي ماسك مصروف البيت؟ بجيب لها كل حاجه وبديها برضه. والله. طبعا مثل ما شفنا بينفعوا وزراء ماليه ما شاء الله عليهم الستات المصريات والستات العربيات عموما وخاصه بالظروف الاخيره اللي مرينا فيها كلياتنا، بيعملوا المستحيل علشان يلموا حاجه الشهر كلها مع بعض ويظبطوا ميزانيه البيت، وده موضوع صعب جدا. فنحن معانا طبعا اليوم الدموزيل اللطيفه معانا البسمه، هتخبرنا عن كيف نحن ممكن نتصرف بالميزانيه، صح يا ليلى؟ صح، عايزين نعرف منك ازاي الست تقدر تمسك نفسها، عشان انا اول واحده مش قادره امسك نفسي ولا ممكن امسك نفسي. يعني ازاي حضرتك نقدر نوفر من مصروف البيت؟ ايه الحاجات الاساسيه اللي احنا نشتريها وايه الحاجات اللي احنا ممكن نستنى عليها شويه؟ ازاي نقدر نحوش شويه؟ طيب بصي، هو مبدئيا اول ما بنقول ميزانيه وان احنا نحافظ على ميزانيه البيت، دايما في ناس بتحس بالحرمان زي كده ما بنقول دايت، فالناس تحس ان هي مش هتاكل. أوكي. فلا، هي لعبه كده بسيطه وتبقى ذكيه، يعني لعبه ذكيه شويه من الست ان هي تعرف تلعبها وتتاقلم عليها. بطبع اي ست دايما بتحب ان هي تشتري كتير، كلنا يعني احنا اول ما نبقى متعصبين او متنرفزين ننزل نشتري على طول، شوبينج على طول، ودايما العروض بتلفت نظرنا فعايزين نشتري كل العروض، كل العروض احنا محتاجينها. كل العروض في الاخر بنركن الحاجات دي عندنا في البيت. ولا ولما توصلي للبيت تقولي ايه ده، انا ما خدتش حاجه، صرفت كل الفلوس، يعني الفلوس راحت فين؟ يعني ما انا ما خدتش حاجه. يعني المرتب مثلا، مش احنا طبعا خالص، حطيناه بالشنطه، رحنا على المول يومين ثلاثه الشنطه فاضيه، اصلا ما بنعرف كيف صرفنا ولا كيف راح ولا كيف. وممكن كمان تشتري حاجات اصلا عشان عليها عرض وانت اصلا مش محتاجاها، يعني ممكن اروح اشتري حاجه عشان عليها اوفر معين او عرض معين وارجع البيت اقول طب وانا جبت ده ليه، انا مش محتاجاه اصلا. دي حقيقة. بصي، هي القصه كلها لازم احقق هدف، يعني انا هدفي ايه في ان انا اشتري احتياجات بيتي، ايه هدفي منها وايه هدفي ان انا ادخر الفلوس بتاعتي دي. لازم اولا اكتب، يعني لازم تبقى في ورقه وقلم او نوتس كده صغيره احدد فيها احتياجاتي والتزاماتي اللي انا محتاجاها، الاولويات. يعني الاولويات بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. طبعا مش هنقدر والنبي مش هنقدر نحدد ان احنا نشتري كل اسبوع ولا كل شهر، لان كل حد بيختلف، هو كل بيت بيختلف عن البيت التاني، بالشهر ولا بالاسبوع ولا باليوم. دي بتبقى يعني قصه مش هتقدري تحكميها شويه. بس لو فرضنا ان احنا بناخد مصروف بالاسبوع، فهو يوم واحد في الاسبوع هننزل فيه نشتري فيه حاجتنا. لو بناخد مصروفنا برضو بالشهر، فبرضو هنحدد يوم اللي هننزل فيه في الشهر. لازم اجيب الفراخ بتاعتي، اللحمه، اقسم، نقطه مهمه جدا ان انا اقسم اصلا احتياجاتي دي على سواء كذا يوم، يعني بالظبط، او لحمه لازم اقسمها بطريقه سليمه واحفظها بطريقه سليمه علشان ما تهدرش مني. ان هي لو هدرت مني او الحاجه باظت فانا كده يعني فقدتها، وكمان فقدت الفلوس اللي انا دفعتها فيها. صح. فلازم اخلي بالي كويس جدا من النقطه دي. يعني احنا كام فرد في البيت، فاحنا مثلا بناخد مثلا جزء معين او كميه معينه، بنقسم ده بقى على عدد الايام اللي احنا بالظبط. في ناس مثلا سي، مثلا هنضرب مثلا ناس بتحب مثلا الفراخ، فلو هنقول مثلا، لو قلنا سي الفرخه مثلا البلدي حوالي 2 كيلو او كيلو ونص، ممكن تدخلها مثلا في 40 45 جنيه. فهي بتتقطع كام قطعه؟ تقطع مثلا اربعه او سته. تمام. طب ما انا ممكن اجيب قصادها، طبعا مش هنقول على طول، بس يعني زي ما نقول ده بيسند ده، ممكن يجيب قصادها مثلا كيلو من صدور البنين، فبيبقى بنفس السعر وممكن معانا فراخ اكتر. بالظبط، ممكن دي مثلا من 16 ل 20 شريحه، فانا ممكن اعملها على مرتين، ممكن ادخلها في كذا وصفه. ممكن سي مثلا انا عملت جزء منها بانيه او فاهيتا او شاورما او ستريبس سندوتشات، نوعت السندوتشات وفي نفس الوقت اديتني كميه اكبر، ممكن ادخلها مع خضار، مع رز، مع مكرونات، بدل اللحمه كده اهوت بقى اللي بالظبط. سامعه اللحمه بتقول ايه؟ تعلمي ها؟ وانت الثانيه تعلمي، علمه. انت عارفه انا اخر واحده في حياتي ممكن احاول. انا شوفي الاكل ما عنديش مشكله، مش اكوله اصلا. اللبس اللبس انا بس
بصي هو احنا لو شويه عملنا كنترول ان انا لو الاسبوع ده انا محتاجه ان انا انزل اشتري حاجه فعملت كنترول وتحملت ان انا لا انا ممكن اقضي باللي موجود سواء في اللبس على فكره او في الاكل فممكن اضغط على نفسي شويه ان انا امشي الاسبوع ده مره على مره هقدر ان انا اتحكم في نفسي امرن نفسي يعني. مش المشكله بس قصه اللبس دي على فكره يعني انا يعني دايما بنصح ان احنا ممكن نشتري في السيل دايما فموضوع بيفرق ما هو في مشكله في صبايا حلوين كتير قاعدين جنبي اذا بيدخلوا على المول او على اي مكان في محلات بس على فكره هي شاطره جدا انا يعني اعتبر يعني بحاول اضبط الموضوع رشا اكتر واحده فينا ممكن موفرة تقدر في اللبس هي بقى بتحب يعني ما تقدرش في ستات صبايا كتير صبيه بعرفها حلوه هيك شاطره ميكي برضه يعني في ناس فعلا عندها زي هوس تسوق كمان على التحكم ان هي تشوف حاجه ما تقدرش حاجه حلوه هتاخدها وممكن ما تستعملها تعملهاش على فكره او تستعملها مره يعني تندم بعدين على فكره نفس الموضوع بنعمله برضو في الاكل وفي العروض ان احنا بنجيب عروض فعلا احنا مش محتاجينها بنفضل سايبينها في دولاب الخزين مثلا بتبوظ او في الثلاجه فالحاجات بتتركن دايما على فكره في الثلاجه فتلاقيها فيما بعد بتبوظ اصلا الثلاجه يعني الحاجات بتتراكم على بعض والبكتيريا والحاجات دي بتاثر يعني على الحاجه لو باظت جوه الثلاجه ممكن هي تسبب في بوظان الثلاجه نفسها طبعا حاجه على حاجه مع يعني الثلاجه تبوظ على فتره بالظبط طبعا تراكم الاشياء اللي انت ما بتستعمليها عم تشتري وتخزني تشتري وتخزني طول الوقت هو لازم اشتري على قد احتياجي دي نقطه مهمه جدا في اي حاجه بشتري على قد احتياجي زي مثلا الناس اللي بتعمل ايه بتنزل كل يوم السوق فبتجيب خضار خيار طماطم خضره وفي الاخر بتقولك الحاجه ما بتبوظ انا عماله بكون في الثلاجه خلاص فمفيش اصلا مساحه ان الفريون يدخل ما بين الحاجه فالحاجه بتبتدي تبوظ بقى تتكتم على بعض تتكتل كده مبقاش في مكان للتهويه بينهم بالظبط فبخسر الحاجه اللي انا جبتها سواء اكلات وبخسر كمان المنتج بقى نفسه او الجهاز نفسه على المدى فلازم اجيب على قد احتياجي ولو فرضنا ان احنا عندنا مثلا حاجه بقى لها يومين في الثلاجه وجبت جديد لازم استخدم القديم الاول قبل الجديد دي نقطة مهمة جدا علشان ما اخسرش الاثنين طب انا بدي اسال هيك سؤال انه برايك الرجال ولا الستات يمسكوا ميزانية البيت لانه شايف الشيف كمان عم بيطلع فينا فمين اللي اضبط يمسك والله انا عجبني جدا التعليق اللي في التقرير انه الراجل قال ان هو بيشتري كل حاجه وكمان بيديها مضروبه دي حاجه لطيفه جدا بيشتري كل حاجه وبياكلها الستات عايزه كده عايزين الراجل يقبض الراتب يديه لهم كل حاجه وفي الاخر هتتغدى ايه ما يرجعش يلاقي اكل في البيت وياخد وياخد ينزل يشتري هو الاكل برضه وتنزل هي بقى تروح تجيب بيها حاجتها بقى ناقصه انتوا معذبين يعني اكتر حاجه بتحوش في الثلاجه يستف كل حاجه في الثلاجه دي حقيقه انا معاك في الاخر ما تلاقيش حاجه تتطبخ مظبوط يا مظبوط لا انا معاك في دي فعلا طب نحل المشكله دي ازاي ما ده اللي انا بتكلم فيه ان احنا نجيب دايما على قد الاحتياج يعني نجيب دايما الحاجات اللي احنا عملت عزومه مثلا ل 10 افراد اصحابها في الشغل اصحاب جوزها وعملت وليمه كبيره اطبخي يا جاري اكلف يا سيد وفي الاخر السيد ما يلاقيش ياكل لا هي قصه العزومات دي محتاجه برضو ذكاء شويه في ان انا مش لازم كل العزومه تبقى كلها لحوم ودي مشكلتنا الطبخ المصري تحديدا بالظبط لازم ادخل لازم ادخل نشويات لازم ادخل خضروات وذكاء بقى لو انا مثلا سي بعمل حاجه بلحمه مفرومه سي مثلا عملت منها مكرونه بشاميل عملت منها سمبوسك ممكن ادخلها في كفته ممكن ازود كميه اللحمه المفرومه على فكره بالخضروات وبالبصل بتديها طعم هايل جدا زي كان هي بتكتر معايا الكميه طيب حلو قوي احنا معانا تليفون معانا هناء من القاهره ازيك يا هناء الو خير مساء النور ازيك مبروك على البرنامج الله يبارك فيك منورين الشاشه ما شاء الله عليك ميرسي يا حبيبتي ميرسي هناء متزوجه ولا عزابي لا متجوزه اوكي وعندك اولاد عندي 5 ما شاء الله يتربوا في عزك يا رب شو حابه تقلينا حابه تحكي بالموضوع من زمان شو حبيبتي الفكرة بتاعتكم كان نفسي فيها مصروف البيت ان انا ما بعرفش ادبر مصروف البيت انت ما بتعرفيش توفري خالص يا هناء بتاخدي فلوس تصرفيها طبعا اول يومين صح على طول اول يوم مفيش حاجه بتقعد في الشنطه خالص انا وياكي اصحاب يا هناء كلنا هنعمل صحوبه مع بعض تعالي اقعدي جنبينا هنا يا هناء خالص خالص يعني ممكن انزل معايا مصروف البيت ارجع ما الاقيش اي حاجه معايا طب وبتحسي ان انت اشتريتي حاجه في الاخر ولا بتحسي ان فلوسك دي ضاعت على الفاضي يعني ضاعت على الفاضي بس ببقى مبسوطه برضه ما انا بقول لك انت حبيبتي صاحبتي ما دام مبسوطه طب كويس يعني في ناس بتزعل وبتقعد بتعيط اخر الشهر يعني انت مبسوطه اوكي طب بتكملي الشهر ازاي يا هناء بتكملي الشهر ازاي بتكملي ازاي الشهر
خبط على جارتها. بتكملي ازاي مصروف البيت؟ سلفيني بصلايه. ايه؟ مش للدرجه دي. يعني برضو عشان كده ما بنزلش كتير. بتقعدي في البيت وتوفري. طب سمعتي اللي قالته بسمة معانا، نصحتنا شويه نصائح حسيتي انه مفيدين تابعتينا من الاول؟ كتير اوكي، وبتابع حضرتكم. ربنا يخليكي. يعني شكرا ليكي. شكرا ليكي يا هنا، ميرسي قوي، خليكي دايما متابعانا. طب انا عايزه اقول لحضرتك، في ستات بيعرفوا فعلا يوفروا من الميزانيه ولا ده ما بينفعش؟ لا في طبعا كتير جدا. ازاي الست تعرف تعمل ده؟ بصي ما هم بقولك، هي لعبه ذكاء شويه. لا في ناس بتقدر توفر ده، في ناس متعوده ان هي على طول كل اكلاتها لحوم لحوم، ما بتدخلش خضروات. اولا صحيا احنا لازم ندخل الخضروات والنشويات ونمشي على هرم غذائي. ففي ناس بتتبع الموضوع ده بالفطره على فكره، ان هي بتنوع في اكلها، فبالتالي هي بتوفر من كميه اللحوم نفسها. لو احنا سي مثلا قلنا جبنا كيلو لحمه، فكيلو اللحمه ده هيطلع كام قطعه، وفي الاخر مثلا احنا 6 افراد سي مثلا، فكل فرد بدل ما ياخد قطعه هي ممكن تقطعها قطع صغيره، فعملت كباب حله، دخلت مثلا سي معاها خضروات بطاطس، كترت في كميه البصل بقى صوص ممكن يكفيها. بس مش هيتقال علينا، مش هيتقال علينا بخله كده. لا خالص، ليه؟ هيقولوا ان احنا كده بخله. بالعكس، ده ذكاء على فكره وتغيير، ان انت دايما عندك اختيارات ان انت تعملي حاجات مختلفه غير التقليدي. في نفس الوقت بتوفري. اوكي. في ناس كمان بتستغل كل حاجه عندها في البيت. احنا مثلا كلنا عندنا اولاد، وفتره المدارس كلنا بنجيب الفينو. طيب في ناس بتجيب بكتره شويه وبيزيد، ونبقى مش عارفين نعمل فيه ايه اصلا، وممكن يبوظ ممكن يترمي. في ناس بقى كتيره جدا جدا اول ما بتشتريش حاجات كتيره من بره، زي البقسماط اللي احنا بنستخدمه للبانيه. كل الناس بتعمل بانيه، فهي ممكن تطحن، تحمص الفينو ده وتطحنه كبقسماط، تنشفه وتحطه في المطحن. يبقى انا استخدمت الفينو اللي انا دفعت فيه اوريدي فلوس، خلاص ما اشتريتش بقسماط من بره. طيب شكرا ليكي مدام بسمة السباعي، مبسوطين كتير انك انت معنا، واكيد هنستضيفك مرات تانية نحكي كمان اكتر عن هذا الموضوع. معنا كمان تقرير عن جزارة ست اختارت مهنة غريبة كتير، مهنة كتير رجال كتير بيشتغلوا فيها ستات، يعني انا اول مرة اسمع انه في ست بتشتغل بموضوع جزارة اللحمة. نشوف تقرير عنها ونرجع تاني. هويدا حسني، امبراطورة اللحمة الجملي، بقالي 40 سنة في الشغلانة، ورثتها أبا عن جدا. رفضت جزارين كتير في الجواز، جوزت مش جزار وعلمته الجزار. هو في الأول الناس كانوا بيستغربوا كده، ازاي ستي واقفة وبتقطع وبتعمل ماسكة السكينة وكده. أي نعم، السكينة في إيدي الست في المطبخ وكل حاجة، بس مش سكينة المطبخ غير سكينة البيعة طبعا وكده. كانوا الناس بيخافوا مني كتير. كويسة وحاجة نظيفة ورجولة وزي الفل. أنا شريرة مع الشرير، يعني واحد جاي هيتغاب عليا هتغاب عليه. رجعنا لكم الفاصل، ووصلنا لاهم فقره في برنامجنا، فقره الاكل والطبخ. طبعا ومعانا الشيف مغازي عامل لنا النهارده طريق الوصول لقلب الراجل. ايه سفره تحفه معدتك؟ لا الشيف المغازي بس. ايه طريق الوصول لقلب الراجل؟ طبعا عشان هو يعمل لنا الاكل دوت لازم يعني انت اول ما جوزك هيشوف الاكل ده يعني يشوف انت تطلبي ايه وهيعمله لك. الاكل ايه؟ مش شويه بهارات. الاكل نفس وفن ومهارات. قولوا تاني. الاكل مش شويه بهارات. شيف عايزين الاكل نفس وفن ومهارات. قبل ما الوقت يخلص علينا احنا هنتعلم معانا عايزين ياكلوا اهم حاجه. انا جعانه. بتتعمل ازاي؟ بص اول نبدا بالمقلوبه. الطبق الرئيسي بتاعنا احنا عملناها بالدجاج وبالارنبيط. حلو قوي. وفي الاخر لها سر. ثواني. اتفضل. ايه الارنبيط؟ لا ده نوع خضار عندنا. عايزه بقى مطبخ يا اخوانا. ده عايزه تعرف يعني ايه الارنبيط. يعني الزهره. الزهره ماشي. قولي بيقولوها الاخوه السوريين الزهره. لا والتونسيين بيقولوها ايه؟ زهره. زهره برضه.
تونسيين. انتوا مسمعه عندكم ايه؟ هي اصلا مش بتعرف اي حاجه في المطبخ. تعالى بصوا. اذا مش عارفه الارنبيط ايه شويه كمان هتقول لي بقدونس يعني ايه؟ اقول لها يعني المعدوس. طيب لا اسمه معدنوس عنا ليه خلينا نعرف. طيب نشوف الارنبيط ده الاكله دي لها سر كده. هتخلي التوانسه ياخدوا عني فكره سيئه ان انا ما اعرفش اطبخ. لا بالعكس، انا شاطره اشوف مغازي. ليلى بتطبخ حلو جدا. هنجرب. انا اكلت من اكلها في يوم كل واحده نستضيف كل واحده تعمل معانا. على فكره يا جماعه ليلى بتطبخ حلو بس هي ما بتحبش تطبخ. بس هي عايزين نعرف احنا مع بعض معانا كل اكله دي لها سر. ايه بقى الارنبيط السر بتاعه هنا؟ انا بدي اقول شيء. قول اتفضل. هلا المقلوب السوري اللي هي بالبتنجان بنفس اللي احنا شايفينه، السر بتاعها انه البتنجان بيتقلي بالسمن مظبوط من غير ملح، فبيطلع طعمه حلو بطبخ مالح، فبيعمل تركيبه كده حلوه. فمعرفش بقى موضوع الارنبيط هو نفس البتنجان ولا لا. الارنبيط ده بيفرد نفسه في المقلوبه. اما الكمقلوبه لها سر في ان انا لما احطها بالمكسرات احمر المكسرات دي في معلقتين زبده واخد الزبده اللي انا حمرت فيها اشرب بها الرز. اوعى وشك. مظبوط. الطعم ايوه الطعم بتاعه المكسرات اللي هي اوميجا 3 وغنيه جدا بتغذي المخ بتخش مع المقلوب. التبوله لها سر. ليلى عايزه تاكل. التبوله احنا عملناها بالبقدونس والطماطم والبرغل مع زيت زيتون وعصير حامض وبهار حلو. حامض يعني ايه يا شيف؟ يعني عصير ليمون. عصير ليمون ايوه. وفي الاخر بنتبلها. اهم حاجه سرنا فيها نفرك البصله بالبهارات علشان ما تدمعوش ما تعيطوش وتبكوا. حلو الكلام. انا هندب. عرفت قعدت في مصر 4 شهور عرفت يعني ايه هندب. بكره مش عارف هتعمل ايه. ما تاخدنيش بعين بقى. اكيد هندب بالتونسي غير بالمصري. ما شاء الله ما شاء الله. شربت الطماطم بالكريمه يا عم احمد. خليك معايا عشان انت حبيبي. خليك معايا يا عم احمد. شربت الطماطم بالكريمه لها سر. ايه هو؟ اكيد انت. الله اكيد انت عشان حطيت ايدك ولمساتك السحريه دي. خد معلقه سكر مع الطماطم عشان الحموضه. طب عايز اكل برد ده كله يعني شوربه الطماطم. انا بدلعت بقالي ساعه. بسم الله يا ليلى. سامي اغرفي مقلوبه. طب اغرفي مقلوبه يا رشا. يلا يلا. طب اعزمها على استاذ المخرج الاول. استنى. الو مساء الخير. مساء النور يا احمد. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ازيك عامل ايه؟ وبرحب بيكوا وبارك لكم وبهنيكوا على برنامجكم الجميل جدا. شكرا لك يا احمد. ربنا يخليك يا احمد. اللي جدد دم قنوات دريم كلها. ميرسي. وبقول لكم الف مبروك. وطبعا برحب بالشيف غباشي اللي خلى يجري. ايوه ابو حميد. دوليا يعني. الله يبارك لك. اشكرك. اكلات لبنانيه واكلات مصريه ودايما بالنجاح كده ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل معانا يا احمد. يعني احنا اسفين مش قادرين بس كنا نتمنى تكون معانا دلوقتي. يعني الاكل فظيع. انا الدخان الدخان عندي طالع من الشاشه اصلا. الله والله وصل لك يعني. يا ابو حميد. نعم حبيب قلبي. سموها مقلوبه ليه؟ لا مش عارف سموها المقلوبه عشان بنقلبها في الطبق يا ابو حميد. ايه يا احمد اوعى وشك. مش المقلوبه اللي بنقلبها في الطبق عشان كده سموها مقلوبه في الطبق عشان كده سموها المقلوبه. مظبوط. كل اكلك حلو يا شيف. ربنا يخليك يا ابو حميد. ودايما بالنجاح كده ان شاء الله. ان شاء الله. كل قنوات دريم. لا ان شاء الله هتشوف على دريم شغل تاني وطعم تاني خالص في كل البرامج باذن الله. ان شاء الله دايما بالنجاح. اكله معينه. طب ابو حميد نفسك في اكله معينه؟ انت بتعمل دايت ولا حاجه؟ بما ان نادرا ان الرجاله تكلمنا. والله يا احمد نصيحه مني لو انت بتعمل دايت مع الشيف خلاص. تعظيم سلام لكل راجل بيحب المطبخ بجد. كل راجل بيحب المطبخ. تعظيم سلام. هي اللي شاطره في شغل المطبخ فمش محسساني اصلا مش مدياني فرصه ان انا اعمل دايت. حلو جدا. مراته شاطره في المطبخ. والله كويس. برافو عليك. فمش مدياني اصلا ان هي تحب المطبخ يا ابو حميد وتعمل لك اكل حلو. اعرف ان هي بتحبك وبتحب اسرتك. ربنا يخليكم لبعض. حب الست مش ان انت ترجع تلاقي البيت مترتب ده اساسي بس ترجع تلاقي المطبخ نضيف. برضه الدخان بيبقى طالع لي من كل حته حتى من حبيبي حبيبي. يا بختك يا بختك. ماشي يا ابو حميد. عامل تبوله. اتفضل معانا يا ابو حميد. الف انا وشيفا. بتكلمنا منين يا ابو حميد؟ ان شاء الله. بتكلمنا نعم. منين؟ انا من اكتوبر من هنا. 6 إيه اكتوبر ده التجارده بقى عشان ريحه الاكل. طب ما تيجي بقى. شكرا. شكرا يا ابو حميد. اتفضلي تبوله. هاتي معانا. شكرا يا ابو حميد. يلا تليفوناتنا على الشاشه. احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. هاتي عفريتك شويه تبوله. هاتي يا نعم. معانا ام سندس بتكلمنا. الو الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم كلكم كده ومنورين الشاشه
تسلمي يا ومبروك على البرنامج الجديد ده، جميل جدا. ربنا يخليك يا ام سندس. وانت بثلاث بنات زي الامارات، ربنا يخليك يا رب. وصيكوا كده منور الدنيا زيكم. ربنا يكرمك، اشكرك. ميرسي، اتفضلي معانا. ازيك يا ام سندس؟ ايوه ليكي شوق في حاجه نعملها لك ان شاء الله بكره وبعد، احنا مع بعض على طول كده زي الامارات. ربنا يخليك. ربنا جميل جدا بجد بجد، ثلاث بنات امارات. ربنا يكرمك، دي عيونك الحلوه والله. انا جايه بس بحيي البرنامج يعني. ربنا يخليك يا رب. يعني الثلاث بنات امارات وانا ده انت فوق كل. ربنا يكرمك، اشكرك. انا السلطان. ايوه انت السلطان. ربنا يكرمك، اشكرك. كلك زويا ام سندس. بص، في بطاطس، كفته بطاطس بتتقلي، عايزه اعرف بتتقلي بالدقيق شوفان ولا ب بطاطس بتتقلي رقائق الذره؟ ممكن بدقيق شوفان. لا، البطاطس عايزه تقليها. ايوه، هي كفته بطاطس. كفته بطاطس، برافو عليك. أيوة. دايما كفته البطاطس لما تعمليها في البدايه خالص تسلقيها بالقشره بتاعتها عشان تحافظ على النشويات اللي موجوده فيها، تقوم تساعدك انك انت تمسك البطاطس وتمسك في بعضيها. اوكي. ولما تيجي تقليها قليها في زبده وزيت عشان تبقى طريه بعد القلي. اوكي، تحت امرك يا ام سندس. شكرا. طب مستعجلين على الاكل انتوا؟ لا لا، ما فيش حد يكلمنا، جعانين جدا. الضيف الضيوف كلهم كانوا عم بيحكوا عن الاكل وما اكلوا طبعاً. هلا بره بدنا نلحقهم بره. هقول لحضرتك يا رشا، الاكل اللغه الوحيده اللي بين العالم متفقين عليها. احنا ممكن نختلف في السياسه، نختلف في فن الديكور، في فن الصيانه، بس على الاكل. ربنا في الاكل كلنا متفقين، لغه العالم. انا بدي بس اشكرك كثير على الطبخ الحلو. شو رايكم بالطعم؟ شو رايكم بالطعم؟ تبوله، سلطه الزبادي بالخيار. اوكي، انا بدي اشكركم كثير كلكم. طبعا زي الفاتوره. طيب، كثير زراف هلا متحاسب برا على الهواء. لازم. طيب، مشاهدينا كنا كثير مبسوطين معكم، ان شاء الله انبسطتوا معنا. بنلاقيكم بكره. يلا سلام، باي باي. بنلاقيكم بكره. باي باي.